مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو. إن شاء الله هذا الشهر أنا شايف الورق حلو وحبايبي تفائلوا، والتفاؤل هو الحل. بالبداية قبل ما أنسى خليني أحكي الأبراج أو الطاقات. أكثر إشي مبين ميزان أسد قوس، في كمان اللي هم ناريين، نارية هوائية ومائية. هذا أكثر شيء مبين بالورق. خلينا نشوف طاقة برج الدلو لهذا الشهر، يعني أغلب أفكاره أو سوري أغلب أفكاره أو يعني طاقته على شو مركزة هاي الفترة، مشاعره أفكاره. لكل فترة لها طاقة معينة، فنشوف طاقته لهاي الفترة كيف عاملة. أها، شايفة نوعا ما تحقيق بعض الأمور اللي كانت شوي صعب إنه تتحقق، شايفة تركيز عليها وشايفة في نتيجة حلوة من وراها. فشايفتك عم بتركز على الطموحات أكتر إشي يا برج الدلو، وكأنك عم شوي فقدت الثقة بالحب، جيت يعني كل أملك بالشغل. البعض منكم طبعا مش الكل، عم بشوفكم روحانيين جدا هاي الفترة، بتصلوا كتير صلوات دعوات، يعني عم بتكون وعم تتواصلوا روحانيا، وعم بيكون في حب كبير في موجود، على الأغلب حب جديد على الأغلب، لكن ممكن يكون مع أشخاص قديمين، يعني مش شرط، لكن الأغلب. هاي هي طاقتك لهاي الشهر حبيبي. شايفيتك طلعت من مشكلة كبيرة، خلينا نقول هاي المشكلة أنا بسميها يعني أشياء كبيرة مصيرية، طلعت منها. ممكن تكون هي انتهت خلاص، طلعت منها، لكن ممكن تكون طلاق، ممكن تكون خسارة عمل، ممكن اللي هي خسارة يعني، ولكن أنت تعديت هذا الموضوع. بعد ما خسرت هذا الشيء زرعت نصر، أو في عندك نصر بعديها تماما، يعني هي المشكلة بعدين النصر تماما، وأكنه على نفس الشخص أو بنفس الاتجاه. هدول الكرتين عم بيكونوا لأنه بجنب بعض. مع هذا الاشي كله عم بتحاول انك تستشفي، عم بشوفك شوي تعبان، يمكن الظهر عندك او تعبان نفسيا، ممكن النوم عندك فيه مشكلة، او الاكل الجهاز الهضمي اكثر، يعني بعضكم طبعا مش كلكم، ولكن هذا الموضوع عم يتطور، عم بيصير ممتاز. شايفيتك بالعمل عم بتحقق انتصارات، اكثر من انتصار واكثر من فوز عم بتحقق. واللي ما عندهم شغل عم بيلاقوا اكثر من فرصة، انا بشوف هذا الشهر اكثر من فرصة لإلهم انه يلاقوا شغل. ف كروهت حلوة كتير على مستوى العمل، عم بتحاول تعمل توازن ما بين الحب او العائلة والعمل. من بعد فترة كان فيها التوازن مش اوكي. عم بشوفك كتير قوي من بعد فترة كنت متوجس، كنت على فكرة برج الدلو كان في عندك طاقة سلبية قوية، كان في عندك شيء قوي، يمكن سحر أو حسد أو شغلة، ولكن عم بشوفك عم تستشفي منها على خير، عم تطلع منها. شهر سبتمبر إن شاء الله بتكون خلصت من هذا الموضوع، نهاية سبتمبر بتكون خلصت من هاي الطاقة السلبية إن شاء الله تماما. شايفيتك نظيف، الشاكرات تبعولك نضاف في آخر الشهر، أمورك تمام. أكتر شيء الناس اللي عم يدرسوا، عم بشوف في نتائج كتير حلوة، في نجاح بامتحان، يمكن كررت الامتحان أكتر من مرة، ولكن شايفة نجاح، شايفة احتفال بالنجاح مع الأصدقاء أو مع الأهل، عم بتفرح أهلك بهذا الموضوع أو عم يفتخروا فيك. وممكن تكون نفسك أنت صاحب العائلة، يعني الأب أو الأم، أنت نفسك الدلو، إنه أولادك رح يفرحوك بهذا الموضوع، موضوع الدراسة هذا الشهر.
فكمان بيطغى على الكروت والناس اللي عندهم دراسات عليا او عم يدرسوا في بلد ثاني، لاني عم بشوف شوي من او بعض ناس برج الدلو اما انتقلوا على بلد ثاني او رح ينتقلوا بشهر سبتمبر. عم بشوفهم عم ينتقلوا وعم بيحاولوا يكبوا كل الأشياء السلبية وكل المشاكل بالبلد القديم أو بالمسكن القديم، ويحاولوا يغيروا يروحوا على جديد. عم بشوف برج الدلو الأشخاص وكأنه عم بيغيروا جلدهم، وكأنه تعلموا بما فيه الكفاية من الحياة ومن الأشخاص اللي حواليهم، عم بيغيروا جلدهم يعني الناس عم تطلع عليك عم تحكي لا مش هذا، مش هذا هو. انه كثير كثير رح تكون شخصيتك متغيرة، عندك حكمة كبيرة، بتحط حدود للعالم من بعد ظلم كبير اكلته، انت فعلا انظلمت كثير. فعم بشوف بعده زي ما قلنا في انتصار من بعد هاي المشكلة. شايفتك عم بتفكر بشكل إبداعي أو إنك تطلق فكرة بشوفك فيها إما شغلة إبداعية أو شغلة بتساعد فيها الناس، فيها مساعدة للناس، مش إنه بدون مقابل، لا بمقابل، ولكن بشوف فيها مساعدة، بتقدم مساعدة للناس. ممكن تكون هيلر، ممكن تكون في جمعية خيرية عم تشتغل أو عم بتحاول تعمل هذا الموضوع، يعني عم بشوف خير من عندك بيطلع للناس، وعم تتصدق بهاي الفترة كتير. عم بشوفك كتير كريم، أنت بالأساس كريم بس هذا الشهر أكتر. عم بتكون كتير محتاط في شخص حواليك، امرأة أو رجل، مش يعني مش شرط، ولكن هذا الشخص برجه مائي على الأغلب. هذا الشخص في مشاكل بينك وبينه، مش شايلك من راسه، رح يضل فترة يعني في راسه أنت موجود، ورح يحاول إنه يعني يعمل شوية مشاكل، ولكن ما رح يطلع في إيده شيء. أنا مش شايفة إنه بس اللي هي على الفاضي محاولات فاشلة، بس إنك شوي تكون محترس من هذا الموضوع. عزيزي في عرض رح يتقدم إما منك إما من الشريك، شايفة في الكروت جاية فوق بعضها كتير حلوة، أنت والشريك شايفيتك في قمة الحب، من بعد مشكلة كبيرة، يمكن هاي المشكلة نفسها يعني مشكلة كانت مش صغيرة، مشكلة كبيرة مع الشريك، صار فيها اللي هو كلام انت غلطت هو غلط، انظلمت فيها، ويمكن هو المظلوم كمان. يعني القراءة ممكن تكون عكسية لأنه عامة، ولكن عم بشوف من بعد هيك عم بشوف إصلاح للأمور، عم يعني عم الأمور ترجع زي ماضيها، زي ما أول بلشت العلاقة. شايفة للناس العزاب شوي متكبرين، يمكن شوي مش حابين يرتبطوا بأي حدا، يعني عندهم مواصفات عالية جدا لشخص المستقبل، عندهم فرص، ولكن عم بشوفهم ما عم يلقطوا هاي الفرص، أو عم مش بتكبروا عليها، عم بيشوفوها إنه مش مناسبة، مع إنهم ممكن يكونوا غلطانين في هذا الموضوع. فبقولكم لا، أعطوا فرصة، في شخص ممكن أنه يظهر في حياتكم. هذا الشخص ممكن يكون برجه إما ترابي إما هوائي، يعني رح يكون منيح، رح يكون كويس، ممكن يقدم لكم الحب اللي أنتم محتاجينه. أنا عم بحكي للعزاب مش للناس اللي في بحياتهم شخص معين. عم بشوف فرصة حمل كبيرة للناس اللي عم يستنوا حمل، عم بشوف الحمل أو هم اوريدي حوامل، فعم بشوف الموضوع عم بيصير على خير. مش مبين بنت أو ولد، مش عارفة، يمكن بنت، بس يعني هذا أغلب الأشياء. بس شايفيتك حبيبي كتير عم تحتفل هذه الفترة، عم تطلع من فترة قاتمة لفترة حلوة،
عم بشوف في تواصل روحاني عالي جدا بينك وبين الحبيب، لو كنتوا على علاقة أو لو كنتوا منفصلين. عم بتفكروا في بعض بطريقة فظيعة التنين. أنا شايفة حب متبادل، ولكن في أطراف أخرى عم تحشر حالها في الموضوع. فعم بشوف سيطرة هدول الأشخاص لسه موجودة لحد الآن، ولكن بالمستقبل القريب ممكن انه يعني تتخلصوا شوي شوي من هدول الاشخاص. اهم شيء رجوع ممكن يكون في سبتمبر. بالنسبة للازواج، شايفة في ناس عم بتفكر في اشخاص اخرى غير الزوج او غير الشريك، في يعني في علاقة ثلاثية عم تكونوا داخلين فيها. بس بحذركم من هذا الاشي انه هاي الفترة تكونوا شوي حريصين من هذا الموضوع، لانه ممكن شوية اسرار تطلع لبرا من غير ما تقصدوا او غصب عنكم، فديروا بالكم من هذا الموضوع. خلينا نشوف اذا في تحذيرات لبرج الدلو هاي الشهر. إذا شايف انتصارات بالعمل، يعني ممكن يكون اللي هو ترقية، لأنه شايف عندك مفتاحين، ممكن يكون واحد منهم مفتاح بيت، ممكن تمتلك بيت أو تنتقل على بيت جديد، والمفتاح الثاني ممكن يكون مفتاح مكتب اللي هو ترقية أو منصب معين، فكتير حلو. بالنسبة للتحذير، إجاكم حظكم إنه في يمكن نفس الأشخاص اللي قلت لكم عنهم، في ما بين الأصدقاء في شخص متخفي، في شخص عم بيدس سم معين أو سموم معينة، أفكار عم بيحكيها عنك بطريقة غير مباشرة، وكأنك بتعرف هذا الشخص أو ما بتعرفه. أنا ما بعرف، بس انه هذا الشخص ما عم يكن لك الخير وحاطك في راسه، فدير بالك. ممكن يكون بأي وسط، يعني مش بوسط معين. هذا كان بشكل عام. خلينا نسحب كرت إلك وكرت للشريك، إذا كان في شريك، للعقل الباطن، على شو عم بتركزوا هاي الفترة أو شو عم بتفكروا بشكل عام. العقل الباطن. إذا لبرج الدلو، إذا برج الدلو ورق كتير حلو، عم بتغير حالك، أهم شيء عم بتغير حالك، لأنه برج الدلو كتير طيب، يعني عم بيستغلوا، في ناس عم بيستغلوا هذا الموضوع، فلازم تغير حالك، لازم تغير شوي من تصرفاتك، تحط حدود، وأنا شايفتك هذا الشهر ماشي يعني بالاتجاه الصحيح، خلينا نقول. إذا كرت إلك كرت للشريك. بالنسبة إلك حط، يعني ما عم تفوت دقيقة، طول الوقت عم بتفكر بالحبيب، ما رايح أبدا من فكرك، قد ما سبب لك مشاكل، قد ما ظلمك، قد ما عمل فيك، لسه عم بتشوفه مثل الوردة، لسه عم بتشوفه، يعني ما تغير بتفكيرك. ممكن بتفكيرك الواعي تغير، عم تطلق عليه أحكام وكذا، لكن في عقلك الباطن أنت ما زلت بتحبه حب كبير. وأحلى كرتين. كمان الشريك عم بيحاول، أنا شايفة في عنده طاقات سلبية، ممكن تكون من طرف ثالث عامل له طاقة سلبية، أو يعني من طرف، مو شرط طرف ثالث اللي هو خيانة، لا، يعني ممكن تكون أي طرف، لكن عم بشوفه شوي شوي عم بتحرر من هذا، من هاي التراكمات اللي عنده. شايفة عنده مشاكل، عم بيركز أكتر إشي على إنه يخلص على هاي العوائق لحتى يمشي في العلاقة لقدام. فهذا أكتر إشي عم بفكر فيه، وعم بيراقب وبيغار بطريقة فظيعة، لكن ما عم يبين. مبين عندي إنه شوي شخص متكبر أو عنيد غامض، عم بيخبي أمور، أو بيتقصد يكون غامض لحد يغيظكم. يمكن خلينا نشوف أوراكلز ايموشنز. هاي الفترة فترة عواطف بالنسبة لبرج
الدلو رح يركز كتير على عواطفه، وأساسا هي فترة رومانسية كتير حلوة بالنسبة له. سبتمبر شهر مناسب للعاطفة، نفس اللي قلنا عليه قبل شوي، سبحان الله، إنه changing your mind، يعني إنه أنت رح تغير تفكيرك، أو الطريقة اللي بتفكر فيها بالناس، أو إنك تحط حدود. زي ما قلنا، هذا الكارت بيأيد هذا الموضوع. هون بقول لك step away from the world and seek، بقول لك شوي ابعد عن الزحمة، الحياة، المدن، العجقة اللي بحياتك. حاول تبتعد، تعمل خلوة لحالك، تقعد شوي مع حالك، يمكن تعمل مديتيشن، يمكن تعمل أي سلوك روحاني، أي ممارسات روحانية لحالك، تعطي حالك شوية، خلينا نقول يعني راحة من التفكير. بيقول لك خلي حدسك هو اللي يحركك، ما كتير ترد على اللي حواليك أو على الناس اللي حواليك، راح يكون في لغط، لأنه قلنا قبل شوي في أشخاص حواليك ما عم يريدوا لك الخير. فبيقول لك انتمي أو اتبع إحساسك، وأنت من الأشخاص اللي عندهم حاسة سادسة يعني قوية. فهدول برج الدلو. كمان بيقول لك نو ذا لو، هذا الكرت كرت قانوني، بس بيقول لك انه انتبه من الامور القانونيه، من المخالفات بشكل عام، انك تخالف، وخاصه في العمل للناس اللي بيشتغلوا، كون يعني ماشي على القانون 100%، ما تتركها للحظ هاي الفتره. بيقول لك turn back، في موضوع انت عندك اياه، موضوع خلينا نقول في غموض كتير، مشروع، خليه يكون مشروع او علاقة حاسس فيها حالك مثل الضايع، مشروع ممكن يكون بالعمل او كذا، دخلت فيه لكن مثل اندمت، او دخلت ومش عارف تطلع من هذا الموضوع. فبيقول لك اقرب شيء انك تطلع منه بلا ما تمشي كل هاي المتاهة وتضيع أكثر وأكثر، اطلع من هذا الموضوع. أو يمكن إدمان معين، ممكن إدمان، ممكن تعلق، ممكن شيء معين. فبيقول لك بلا ما تفوت بهاي المتاهة، يعني اطلع منها. هذا الشيء على فكرة جديد، إن كان شخص أو حدث أو مشروع، هذا شيء جديد، ما عم يحكوا عن شيء قديم. look forward، بيقول لك صح في بطريقك كتير مثل معوقات او تشالنجز كتير، بس بيقول لك look forward، بس تطلع قدامك خطوة بخطوة، ما تفكر يعني كتير لوقت بعيد، كون متفائل وفكر بس باليوم وبكرة، وكون سعيد، ما تحمل حالك اكثر، او ما تكبر الامور اكثر ما هي، خفف عن حالك شوي، رفه عن حالك. هون بحكي لك نفس الشيء، بيقول لك آمن بال spiritual guidance اللي جواتك. كمان بحكي عن الحاسة السادسة والحدس، انه في عندك حدس كبير، استغل هذا الموضوع، وممكن انك تنميه، ممكن انك تنمي هذه الموهبة اكثر واكثر. بيقول لك انه التزامك كمان في الامور والمشاريع راح تلاقي عليها نتيجة حلوة كتير كتير بالفترة الجاي، فمات يعني. هون نفس الشيء بحكي لك your internal guidance، ركز. ما بعرف ليش طلعوا كل هدول الكروت على نفس الموضوع لبرج الدلو. احنا بنعرف انه برج الدلو عنده حاسة سادسة يعني، بس الكروت يعني كتير عم تحكي لك انه ارجع لهذا الموضوع، نمي هاي الجفت اللي جواتك. هذا الطائر اسمه كيوي، عم بيقولنا او عم بيقول لك يا برج الدلو، بيحكي لك اعمل مديتيشن عن طريق المشي.
اللي هو في طريقة مديتيشن، مش بس بالشمعة أو إنه نتنفس وكذا، لا بتتنفس مع المشي وما بتفكر بشي غير بالمشي علشان تصفي ذهنك من أي أفكار تانية. هو دائما هدف المديتيشن إنه تعمل تركيز فوكس على أشي، يعني على التنفس، على البريذينج، على إشي معين او بنادول او شيء، يعني صوت معين، بحيث انك تتخلص من كل الافكار ايجابيه او سلبيه لمده دقائق. هذا الشيء بيعمل كتير فرق معك وبيزيد طاقتك الايجابيه. فهو بينصحك بهذا النوع من المديتيشن اللي هو بالمشي each day، كل يوم لمده اسبوع. فحلو يعني اتبعوها، اعملوها اسبوع وشوفوا ايش بيطلع معكم. يعني ما بعرف ليش طلعت لكم هاي الأوراكل، نشوف كمان الفيري أوراكلز. بيقول لك بكفي انك تضلك تفكر حالك انه انت الضحية، انت فعلا انظلمت. يعني انا بحاول اربط الكروت الأوراكلز بالقراءة اللي قرأناها، فبحكي لك يا دلو انه بكفي خلاص انك تفكر انه انت فعلا كنت ضحية. ولكن متابعة التفكير او استمرار التفكير بهذا الموضوع بيجذب لك نفس الاحداث، فاطلع من هاي الطاقة من انك انت تكون الضحية. وانا شايفة بالورق انه انت راح تغير جلدك وراح تغير من طريقة تفكيرك، فهذا الشيء حلو. حلو كتير. بيقول لك celebrations، في عندك احتفالات، في وممكن تكون زواج، فحلو كتير. ممكن تكون احتفالات مع الزوج او الزوجة، ف كمان كرت حلو. بحكي لك I bring هذا الملاك. بيقول لك I bring a message from your deceased loved one، من حبيبك السابق، او وكأنكم مبتعدين عن بعض. بيقول لك I'm happy at peace and I love you very much. هو بيحبك كتير وهو عايش في سلام مع هذا الحب. بيقول لك لا تقلق، لا تشك يعني في، لا تفكر افكار مش حلوة، وكأنه بيطمئنك الحبيب او الشخص اللي انت حاطه في بالك. يعني مو شرط يكون حبيب، ممكن صديق صديقة. بيقول لك انه الصلوات اللي عملتها او الدعوات اللي عملتها رح تصير ان شاء الله في وقت قريب. ولكن بيقول لك كمان هاي الصلوات مش بس عشان انك، يعني لا تعملها بس عشان انك تحصل على شيء معين، هي في حد ذاتها هي هيلينج، هي استشفاء. فممكن تكون كمان عاملها علق يعني عشان استشفاء مش عشان شيء معين. هذا الكرت طلع معانا مقلوب. هو أساسا منيح اللي طلع مقلوب، لأنه يعني بيحكي لك إنه انتبه من المشاكل اللي حتواجهك، مشاكل صغيرة ما إلها أهمية. لكن بما إنه طلع مقلوب معناته إن شاء الله ما في مشاكل والأمور ميسرة وعلى خير إن شاء الله. نيجي للفقرة اللي قلنا عنها الإضافية. أنت راح تسأل سؤال حبيبي وإحنا أنا راح أجاوبك بنعم أو لا. فأنت أضمر على سؤال أو اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال معين، خلينا نعرف إنه هل سيحصل، وإذا أوكي يعني متى التوقيت، أو بشكل عام قريبا بعيدا يعني اللي بيطلع معنا. ف هذا الشيء راح يحصل إذن لبرج الدلو أو لا. ممكن يكون سؤال يعني بسيط، ممكن يكون هدف، ممكن يكون أي شيء. أوه 100% إن شاء الله يا برج الدلو. هذا الكارت كمان يعني مبشر بأكثر من شغلة، يعني وكأنه أكثر من حلم، أكثر من أمنية رح تتحقق بنفس الوقت. أنا شايفة تنتين، ماسك في إيدك تنتين شغلتين، وعم بتكون عندك اللي هو يعني فرح كبير نتيجة هاي الشغلة.
حلو كتير. نشوف إذا في وقت معين أو شيء، متى هذا الإشي ممكن إنه يصير بشكل تقريبي، طبعا مش محدد. قريبا جدا هذا الإشي راح يصير بعد 4 إشارات، يعني أربع مثلا 4 أيام.